تقول: امرأة زوجها أبوها برجل، ولكن عند العقد لم يأتي أحد ويسألها: هل أنت موافقة أم لا؟ علما بأنها لم تقرأ أبدا، بأنها لم تقر أبدا بأنها موافقة على ذلك الرجل، وهي كانت صغيرة في السن، والرجل يكسر ما يكسر أو عبارة قريبة من هذا، ومضى على هذا الزواج سنتان. هل هذا العقد جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. للوالد أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف أو دون التمييز، له أن يزوجها إذا وجد لها رجلا كفؤا صالحا. وأما إذا كانت قد عقلت وأدركت فإنه لا بد من أخذ رأيها، لا بد من أخذ رأيها وموافقة، إذا كانت لها فكر ولها رأي فإنه لا بد من أخذ رأيها. فإن زوجها أبوها أو وليها من غير رضاها فإن العقد يكون صحيحا، لكن متوقفا على يتوقف إمضاؤه على اختياره، فلها الخيار، إن شاءت أقرت هذا العقد وإن شاءت فسخت، لها الخيار في ذلك لأجل إزالة الضرر عنها.